الأمر الثالث اللي هو البيان اللي خرج اليوم من الاتحاد السعودي لكرة القدم حول الاستئناف الشبابي أو مو الاستئناف الأهلاوي ضد الشباب ولجوء الشباب للمحكمة الرياضية. لا، استئناف الشباب ضد الأهلي في قضية احتجاج، مش ضد. أوكي صح، استئناف الشباب. بينت لجنة طبعا ذكروا بيان طويل، بعدين ذكروا إنه بينت لجنة الاستئناف أن القرار نهائي واجب النفاذ، لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض، مشيرة إلى أن القرار مكمل للبيان الإعلامي الصادر من لجنة الاستئناف يوم السبت 9 رجب. في هنا سؤالين مهمين أو لا، معلومة وسؤال. المعلومة اللي عندنا أنه اتحاد أنه المحكمة لم ترفض لجوء الشباب للمحكمة، ولكنها أبلغتهم بأنه الاتحاد السعودي لكرة القدم أبلغ المحكمة بأنه يعني بما معناه أنه مش مضطر يروح للمحكمة المستعجلة، وأنه يترك الموضوع للمحكمة العادية. طبعا المحكمة المستعجلة في المحكمة الدولية تتطلب قاضي واحد، المحكمة العادية تتطلب محكمين، محكم من كل طرف وقاضي، وبالتالي راح تأخذ أسابيع. الاتحاد السعودي أبلغهم بأنه لا يريد اللجوء للمحكمة المستعجلة، مش مضطر، وأنه راح يذهب للمحكمة العادية. السؤال اللي هنا اللي يبرز أبو أحمد، بينت لجنة الاستئناف أن القرار النهائي واجب النفاذ، لا يقبل عليه التماس أو اعتراض. هذه الجملة الأخيرة في البيان، هل تعترض أو تتعارض مع حديث الأمير نواف بن فيصل حينما ذكر بأنه بإمكان الشبابين أن يذهبوا لأي جهة قضائية رياضية؟ لا، لجنة الاستئناف هنا هي الجهة الأخرى النهائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، لا أحد فوق لجنة الاستئناف، لأنه لجنة فض المنازعات اللي تأتي بعدها غير قادرة على القيام بأعمالها مثل ما ذكر الأمير نواف بن فيصل لأسباب صحية لدى بعض المنتسبين إليها، لذلك أصبح ما بعدها هو المحكمة الدولية. الشباب لجأ إلى الطرق القانونية واستاذ من اتحاد القدم، واتحاد القدم وافق، ولكن اتحاد القدم رفض اللي هو المحكمة المستعجلة. المحكمة المستعجلة لو وافق عليها الاتحاد القدم ستعلق مباراة الأهلي اليوم. الاتحاد القدم رفض تعليق مباراة وأكد إقامتها لأنه الوقت لا يسعف على مثل هذا العمل، وبالتالي أصبحت الأمور الإجرائية النظامية القانونية لدى المحكمة الدولية الكاس سائرة حسب الإجراءات العادية. طيب حسن، تعليقك على هالموضوع. أظن واضح ترك الموضوع. أنا أعتقد أنه كان في مصدر أهلاوي قبل البرنامج أنا كنت أتحدث معه قال أنه في رفض تام من المحكمة الرياضية الدولية أظن للاحتجاج بصفة كاملة، لأنه المحكمة الدولية حتستند أيضا على نفس اللوائح المتبعة في الاتحاد السعودي أو في الاتحاد الأسيوي المشرع في مثل هذه الحالة اللي هي حالة عبد العزيز السعران. بالتالي أعتقد أنه الكلام اللي ذكرته أخ تركي هو صحيح، أنه المحكمة يعني رفضت البت بشكل مستعجل في المباراة، والاتحاد السعودي أشعرهم أن المباراة ستقام في موعدها ومباراة الرد ستقام في موعدها والنهائي لن يتغير موعده بحكم أنك راعي المباراة وتحديد مواعيد. بالتالي أنه ما يبحث عنه الشباب الآن هو أبعد من نقاط المباراة، يبحث عن تعويض مادي. لكن أنا عندي معلومة مهمة في هذا الموضوع، أنه ليس من حق نادي الشباب أو ليس من حق رئيس نادي الشباب المطالبة بتعويض مادي من الاتحاد السعودي لكرة القدم، لسبب بسيط هو أن النادي الذي رأسه البلطان هو ملك أصلا للدولة وملك الحكومة وملك رعاية الشباب، وبالتالي رعاية الشباب هي المخولة بطلب أي تعويض مادي يمس النادي وليس رئيس النادي اللي هو يعتبر متطوع. حسن، هذه معلومة أنت تقدمها بناء على رأيك الشخصي ولا قانونية؟ لا، هذه معلومة سمعتها من شخصية رياضية هامة ومطلع على مثل الأمور، قال أنه الأندية ملك لرعاية الشباب، ملك للدولة، وبالتالي رئيس النادي شخص متطوع لا يمتلك، لأنه أنت لما تقدم أوراقك لأي محكمة دولية لتطلب أي شيء أول شيء تثبت ملكيتك للشيء. عارف حسن ليش أسألك؟ لأنه صحيح هذه المعلومة اللي أنت قاعد تقول أنه رئيس النادي هو شخص متطوع مثل هالكلام، لكن في المحكمة الرياضية الدولية هل عندهم قوانين ونصوص ومواد تتحدث في اللي أنت قاعد تقوله؟ نعم، هم المحكمة الدولية الرياضية بتتكلم عن أندية، يعني أندية مملوكة، أندية تملك شركات أو أشخاص أو مساهمين، لكن الأندية في مثل حالة المملكة العربية السعودية الأندية ملك للدولة. أنت تخيل الرئيس النادي لا يستطيع أن يعمل أي مشروع، لا يستطيع أن يفتح باب في النادي إلا بإذن من إدارة المشاريع في الرئاسة، وبالتالي النادي ملك للدولة، الدولة هي التي تتضرر إذا تضرر النادي، وبالتالي هي التي تطالب بحقوق النادي. لا بس حسب قوانين المحكمة ما تقرر المحكمة ملزم لجميع الاتحادات الوطنية والأهلية والأندية، بالتالي ما تقرر المحكمة لا نعلم ما هي القوانين والأنظمة. احنا صراحة في مثل هذه الأمور ناس بدائيين جدا، نجب أن نعترف صحيح. لكن ما تقرر المحكمة، وحسب كلام محكم في نفس اللجنة على الهواء أمس وقرأتها أيضا بالشرق الأوسط، ما تقرر المحكمة هو ملزم حسب الفيفا. حتى الأستاذ عدنان حمد في تعليقه على مباراة الوحدة والأهلي على قناة لاين سبورت ذكر بأنه وردوا اتصال
من أمين عام الاتحاد الإماراتي، لأنه هو ذكر في أثناء تعليقه أنه القضية رفضت، بعدين جاء تعديل لأنه القضية ما رفضت، رفض فقط اللجوء للمحكمة المستعجلة. شوف هو مثل ما ذكرت يا أنه تركي أنه المستعجلة هذا محك قاضي فقط واحد يحكم فيها بشكل عام سريعا، لكن الاتحاد السعودي لكرة القدم يعني من الشروط أنه لازم الطرفين يتفقان. صحيح. لكن اتحاد القدم السعودي رفض أن المباراة تعلق، لأنه يقول أنا عندي التزام بوقت محدد، بالتالي أعلق المباراة. لو قبل في حدود أسبوع ستبت فيها، إذا ما قبل تأخذ مجراها الرسمي بحسب قوانين المحكمة الدولية. طيب، هنا في إيميل جاي لك أبو أحمد يقول: السلام عليكم تركي وعلى ضيوفك، عندي مداخلة على عقد سعد. اللاعب وقع ب8 ملايين 3 سنوات، يعني السنة بحوالي 2.5 مليون، وباقي 6 أشهر، يعني النصر راح يخسر 1.5 مليون لو سوى تسوية. مع كامل احترامي لأبو أحمد، زي ما وقع رادوي مع الهلال وباعها الهلال، لازم سعد يدفع 1.5 مليون استلمها سابقا. أما قصة أنه يتنازل عن رواتب 8 أشهر والشهر 20 ألف كحد أعلى، فهذا تفريط لحق النصر وهذا احتراف. لا، احنا لما قلت تسوية مخالصة حيكون فيه أكيد جلوس ما بين الجهتين. وبالتالي إذا ارتضى الطرفين، قلت إذا ارتضى الطرفين، إذا ارتضى معناه أنه ممكن تتنازل عن شيء، ممكن تقبل شيء آخر حسب المفاوضات، خلنا نقول بين أنت الطرفين. أنت لم تقل أنه التسوية أنه النصر يتنازل بالكامل، أنت تقول أي تسوية بين الطرفين. قلت أنه يتنازل، مو بيتنازل، يتنازل أنه ما دفع عليه حقوق أساسا لسعد الحارث حوالي 3 أشهر، مثل ما هو باقي اللاعبين، كانت 5 ودفع منها 2، وباقي المستحقات 6 أشهر بما فيها مبادلات. هل ممكن يدخل فيها مثل ما يقال التجزئة اللي هو 30% وتقسم ثم يصير يعني مفاوضات بينهم في الأخير؟ إذا ارتضى الطرفان، وأقصد هنا الجهة اللي هي تخص سعد الحارثي وجهة النصر، إذا ارتضى الطرفان مثل هذا الحل فهذا شيء طيب. في الأخير نقول يعني هم أسرة واحدة، يجب أن تحل الأمور بينهم. أنت ترى أنه ممكن سعد يقدم في الدوري القطري، لو افترضنا أنه سعد راح للدوري القطري، ممكن اللاعب يعيد اكتشاف نفسه من جديد مثل ما حدث في فترة من فترات مع نايف القاضي؟ شوف، أنا هذا الموسم، أنا يمكن قلتها أكثر مرة، هذا الموسم لا نحكم على اللاعبين بشكل عام، هذا الموسم أسوأ موسم مر على تاريخ الكرة السعودية، على الأقل في العصر الحديث اللي أنا عايشه، في الدوري على الأقل ممتاز، أنه من حيث البرمجة ومن حيث التوقفات، وبالتالي اللاعب لا يعطيك ولا 70%. تشوف لاعب يلعب شوط والشوط الثاني لا شيء، تشوف لاعب يلعب مباراة والمباراة اللي بعدها لا شيء، وليس فقط نادي، كل اللاعبين في جميع الأندية، بالذات اللي رجعوا من المنتخب بعد السقوط المرير في الدوحة، هذا يجب أن يكون استثنائي. لا نقيم اللاعبين من حيث العطاء، هل هو يستحق هذا الشيء أو لا يستحق. خلنا نأخذ رأي حسن في الموضوع. ممكن سعد يقدم نفسه من جديد إذا ذهب لأي دوري آخر قطري أو أي دوري آخر بعيدا عن النصر؟ ما أعتقد تركي، لأنه بمثل جمهور النصر، تعرف أنت أكثر اللاعبين يعني يحب يلعب أمام جماهير، وأمام والجماهير يمكن محفز بنسبة 30% لأي لاعب. يعني سعد إذا ما قدم مع النصر وما أعطى مع النصر في مثل هذا الدعم اللي يجده، الدعم إعلامي نصراوي ودعم جماهيري ودعم شرفي حوله، كان لفترة طويلة كان سعد ابن المدلل للنصر، لم يقدم، أعتقد أنه لم يقدم آخر في 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 أجواء أقل من هذه كثير. أنا أقول لك سعد للأسف لم يخدم نفسه خلال هذا الموسم. سعد لديه إمكانيات لاعب، لديه إمكانيات كبيرة، لكنه لم يوظف هذه الإمكانيات، ولم يهتم، لم يتعامل مع كرة القدم كأنها احتراف حقيقي، تعامل معها على أنها يمكن جزء من هواية، أخذ مبلغ بداية احتراف وبالتالي اقتنع بهذا الوضع، لم يحب يطور نفسه أو لم يهتم أو بخلافات داخلية لا أحد يعلمها. لكن سعد أنا للأسف يعني من اللعيبة اللي كنت أراهن عليهم كثير أنه يكون يعني مهاجم مستقبل للكرة السعودية وللنصر والكرة بصفة عامة، لكن سعد للأسف يعني هذا السنة كان، أنا لو كنت مسؤول نصراوي سأتردد 1000 مرة قبل أن أجدد مع سعد أو أتفاوض. ليش الآراء قاسية على سعد حسها في الفترة الأخيرة؟ لأنه سعد ما خدم نفسه تركي. يعني أنا بتكلم، أنت الآن قارن بين لاعب ولاعب، يعني مثلا الآن أنا سعود حمود في النصر الآن أهم من سعد الحارثي، هو لاعب ناشئ جاء من الرياض يمكن بمبلغ لا يتجاوز 200,000 ريال، لكنه اللاعب يعني أنا ما أنظر له كاسم، يعني المسألة لم تعد عاطفة ولم تعد ضمان اجتماعي، لاعب يدينا داخل الملعب، سعود حمود لاعب يدينا داخل الملعب أفضل من سعد ب10 مرات، وبالتالي أنا أتعامل معه وهذا اللي أعده للمستقبل وهذا اللي طيب ممكن أدفع عليه مبلغ كبير، لكن أدفع لسعد لماذا؟ حسن، كيف السهلاوي العام الماضي والسنة هذه؟ طبعا تباين كبير، والسهلاوي للاسف ايضا تراجع مستواه. انا يمكن اتفق مع ابو احمد انه السنه دي سنه استثنائيه، كثير من اللاعبين تراجع، يعني حتى نقول في الاهلي مالك معاد مثلا، لاعبين كثير تراجع مستواهم عن السابق، هي
الموسم كله موسم سيء للأسف يعني. كيف ياسر كيف حوساوي الهلال وياسر القحطاني نعم السنة الماضية والسنة هذه فرق كبير. هذا نعم هذا أجرنا نقطة يا أحمد، أنا قلتها في أكثر من مرة، قلت إنه ذا أضعف دوري خلال هذا الموسم، غضب مني كثير من الزملاء الهلاليين، لكن فعلا أضعف دوري، بدليل إنه الاتحاد صاحب المركز الثاني خسر 25 نقطة وما زال صاحب المركز الثاني، يعني ما حد حولك ما حد جنبه 25 نقطة وما زال صاحب المركز الثاني. طيب وبالتالي أضعف موسم وأضعف عدالة اللاعبين. طيب على فكرة على الخارجي مستوى خارجي اللاعب لما يتغرب يشعر بقيمة الاحتراف. على سبيل المثال نايف قاضي عندما ذهب إلى قطر كيف عادل الشباب؟ حسين عبد الغني عندما ذهب إلى سويسرا كيف عادل النصر؟ لو تقارن بين الموسم اللي كانوا فيه قبل في الأهلي تحديدا ثم راحوا إلى خارج السعودية ورجعوا لا عرفت معنى فرق أن تحترف لو سنة واحدة تفهم معنى الاحتراف. سامي جابر عندما جرب 6 شهور أو 5 شهور أو 3 شهور حتى في لندن فرق الاحتراف كبير جدا، ماذا كيف عاد وكيف أصبح؟ طيب هنا رسالة من اللي كان يقول على موضوع 3+1 يقول الله هذا يبغى لنا نوثق معه لا هو الحين نتكلم على الغرافة، الحين قاعد يعطينا معلومة عن الريان، وجتني الحين رسالة من سبورت يقولون إنه الأهلي خلص، هو شكل رايح قطر يعني، لكن الحين نشوف موضوع الريان يعني يعطيك بالتفاصيل قبل ما نروح للفاصل. يقول الريان لديه 5 لاعبين أجانب منهم الفونسو اللي كان مصاب وأعير لنادي برازيلي ليتأهل علاجيا وسيعود للفريق، ولديهم الكوري تشونغ والبرازيلي تاباتا اللي أمه يابانية وسيشارك الموسم المقبل كآسيوي، والغيني داريال غوما والبرازيلي موسيس مورا والبرازيلي إتمار باتيستا دا سيلفا، وكلهم تبقت في عقودهم 2 سنين. أنا متأكد أن كلامه صح لأنه يعني ما في حد مجان الناس أسأله بعد لا يعني شوف أنا متأكد كلامه صحيح. ليش؟ لأنه معلوماته دقيقة لدرجة أنه قال أنه البرازيلي اللي أمه يابانية، يعني واضح رجل أنه عارف المعلومات. هو متأكد أما أنه يكون ما نقول سمسان وكيل أعمال لاعبين أو أنه محب للنادي، وفي طبعا شباب ما شاء الله عليهم متابعين لكل شيء. لا هذا واحد من فيك متابعين صراحة أيضا أفضل من الصحفي، أنا أقول لك صراحة يعني هذا أحد أبرز الإعلاميين في الوسط الرياضي واللي ما له علاقة في النصر، بس يعني عنده معلومات مؤكدة في زملاء وقالها. بس قبل ما نروح للفاصل أذكر غدا ببرنامج لقاء الجمعة مع الزميل الأستاذ عبد الله المديفر، عندهم ضيفهم الدكتور محسن العواجي في حلقة خاصة عن التمييز. هذه الحلقة أنا متأكد أنها حلقة مثيرة جدا تستحق المشاهدة. برنامج لقاء الجمعة يأتيكم بعد صلاة الجمعة بتوقيت. والله شاهدت اللقاءين الماضيين صراحة يعني أشكر الأخ الأستاذ عبد الله على هذه اللقاءات الجميلة والشيقة والثرية جدا. توقيت البرنامج جميل يعني بعد صلاة الجمعة صراحة. في توقيت مكة المكرمة العائلة جالسة تتابع يعني برنامج مفيد منوع الضيوف بأفكار وجميلة، وفي برنامج مدته وحواره مميز. فاصل قصير بعده نعود.